يعني تخيل بعد فترة 9 شهور أنت عم تستنى طفل وأول طفل، بيكون الشعور يعني كتير أنت عم تنتظره بدقيقة. فأجا الطفل بعد 3 أيام وهو غير قادر يرضع. سام شفته أنا قبل العملية أكثر من مرة، وشفته بعد العملية. ما كنت متصور أمور رح تتيسر معنا لهالدرجة وتنجح هالنجاح الباهر.